مساء الخير على حضراتكم، برحب بيكم مع حلقة جديدة من برنامج كلامنا في المضمون. النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية موضوعنا عن ملف التعليم وإيه أهم الأحداث، لأن زي ما حضراتكم عارفين عدى أول أسبوع وفي أحداث مهمة جدا أعتقد إن حضراتكم عارفين بعضها ومحتاجين تعليق أو محتاجين توضيح للأحداث اللي حصلت الأخيرة مع المحافظ ومديرة المدرسة والمشاكل اللي دايرة ومشاكل التعليم زي ما أنت عارفة يا مروة وأهم الأحداث دي. بس في البداية حابين نرحب بضيفنا أستاذ أحمد سلامة، خبير وتطوير التعليم. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك يا أستاذ مروة وأستاذ محمد، وبشكركم مرة تانية على الاستضافة الجميلة دي. معلش هي المشاكل كتيرة، فعشان كده بناء على طلب المشاهدين على فكرة ماشي، لأن المشاكل فعلا عندنا كتيرة بس حابين نعرف كده في البداية أستاذ أحمد، إيه الموضوع اللي حصل بين المحافظ ومديرة المدرسة؟ والله هو الموضوع لا يخفى على أحد إن سيادة المحافظ كان في زيارة ليه مجموعة من المدارس، بس هو دخل مدارس حب يدخل مدارس بطريقة عشوائية، محدش يوجه، في فيديو موجود يا جماعة يقول له هندخل أنهي مدرسة يعني. فهو دخل مدرسة عمر مكرم وحصلت مشادة أو مش مشادة يعني، سيادة المحافظ اتكلم مع مديرة المدرسة بشكل يعني لا يليق بوضع المعلمين داخل مصر. حضرتك عارفة طبعا ان احنا هنتكلم عن مديرة المدرسة كونها امرأة في المقام الاول وكونها معلمة في المقام الثاني، وخلينا نستدل به ايات من القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى كان بيخاطب النبي محمد. هو في فيديو استاذنك استاذ احمد، في فيديو جاهز دلوقتي هنعرضه تشوفه ونعرب بيه برضك السادة المشاهدين ونعلق عليه. اتفضل سمع. والله خليني اقول لحضرتك يعني احنا حابين نتكلم عن الموقف دوت من جهتين. الجهه الاولى ان هي امراه، تمام، ونستدل بقول الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعيفين المراه واليتيم. مع احترامي للكلام ده كله، بس هي مسؤوله، بس هي مسؤوله، هو يعني ده فعلا مش منظر ان هو يخش المدرسه ويلاقي المنظر كده. خلينا اكملك كلام يا استاذ محمد. خلينا كمان نستدل بيه يعني دوله رئيس الوزراء سيد رئيس الجمهوريه، معاملاته مع المراه او معاملتهم مع المراه ليها شكل يعني وضع يعني يمكن عالمي راقي. انا حتى يمكن حضرت موقف كنت في وسط البلد وراجع على البيت واتاخرت، كان وقت حظر التجوال وكان في امراه معايا موجوده معانا، وكان الكلام ده اثناء جوله للسيد رئيس الوزراء واشار بان لازم السيده دي في عربيه تطلع مخصوص توصلها لحد بيتها. فدي لفته جميله جدا، انا حسيت ان احنا في وضع مختلف تماما عن كل السنين اللي فاتت. السيد رئيس الجمهوريه لما بيجي يكرم المراه بيكرمها بشكل يعني يليق بمصر ويليق بوضع المراه داخل مصر. هو خليني بس مع احترامي لحضرتك، الوضع مستفز، الوضع ما يليقش حتى ان مع احترامي يعني ان حيوان يعيش في المكان ده. انا خلينا مش انسان. خلينا اكمل لحضرتك. ودول المفروض ان هو ده كي جي 1 يعني في بدايه التعليم، فالمفروض ان انا بحببه في التعليم، صح كده ولا؟ خليني اكمل لحضرتك يا استاذ محمد. ولو اتكلمنا عنها كونها معلمه، وانا مش هقول هي مخطئه ولا مش مخطئه، حتى وان كانت مخطئه فما يكونش امام الكاميرات. انا معاك طبعا، ما يكونش امام الكاميرات على طريقه الاسلوب او وبعدين هي كونها معلمه بقى
قضت 30 سنه من عمرها في التربيه والتعليم، افنت عمر كبير جدا في التربيه والتعليم، طلعت كوادر أجيال. مؤهله واجيال زي ما حضرتك قلتي، بتتعامل مع الناس بحب، وكتير من الناس اللي حوالين منها بيشهدوا لها بمدى الحب والتواضع اللي هي موجوده فيه. فبالتالي ما يكونش ده رد الجميل، في سبل وطرق تانية جدا. وخليني اقول لحضرتك ان انا يعني اتفقت كده مع مجموعه من المعلمين داخل القاهره واسكندريه والجيزه والقليوبيه ان احنا نكون ان شاء الله يوم السبت عندها نكرمها على ما افنته من عمرها في خدمه التربيه والتعليم، لان ما ينفعش يكون رد الجميل الشكل ده والاسلوب ده. خليني اختصر ده كله في كلمتين. هي خليني بس نتكلم ان ما هو الموضوع يعني يضايق، ان هو المفروض ان احنا بنستعد للعام الدراسي الجديد، فالمحافظ بالطبيعي ان هو جاي بزياره تفتيشيه. وخلونا نتكلم بصراحه اكتر، ان الناس بتبقى عارفه المحافظ جاي من المدرسه الفلانيه فبيستعد. لا لا لا، هو الكلام ده، لا لا الكلام ده بشهاده الدكتور ايمن مختار، ان هو ما كانش حد عالم بوجوده داخل بدخوله المدرسه ديت، هو داخلها بطريقه عشوائيه. والكلام ده كان يوم الخميس، وكانت المدرسه في حاله دربكه استعدادا للعام الدراسي الجديد. المفروض حتى انا لو دخلت لقيت تجاوزات تتحول للتحقيق، ده الاجراء القانوني، تتحول للتحقيق، والشؤون القانونيه هي اللي تتصرف معاها وتبتدي ان هي تحلها لجنه التحقيق في مديريه التربيه والتعليم اللي هي تابعه ليها، اللي هي مديريه التربيه والتعليم بالدقهليه. دي ده كده شكل منهجي مقنن ووضع راقي ومحترم قدام الناس وقدام العالم. لكن طبعا الاعلام المعادي خد الصوره دي وابتدى يشتغل عليها. طب انا ليه اوصل للاعلام المعادي ان انا بتعامل مع المعلمين اللي هم كيان واساس؟ وانا قلت الكلام ده مع حضرتك الحلقه اللي فاتت، ان المعلم كيان وقيمه وقامه واساس لبناء الدوله. طبعا فانا بدي فرصه، انا بتعامل مع الموضوع ده بذكاء، ما اديش فرصه للاعلام المعادي ان هو يعمل ماده من شكل زي ده. استاذنك معانا تليفون من سياده المستشار محمد مختار. اهلا وسهلا بيك يا سياده المستشار، اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير. الله يخليك. بدايه بقدم الشكر طبعا للاستاذ احمد سلامه والقناه الصحه والجمال على اهتمامهم بمشاكل التعليم او التحديات اللي في امور التعليم. شكرا جزيلا ليك. بنشكرك يا فندم. اتفضل يا فندم. تعليق حضرتك ايه على موضوع الفيديو دوت والمحافظ ومديره المدرسه؟ حضرتك شايف الموضوع ازاي كحضرتك مستشار في التعليم وكده مسؤول؟ والله الحقيقه انا اتفرجت على الفيديو واتضايقت جدا 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 ان يكون النظام اللي بيتعامل بيه المعلمين بهذه القسوه. انا هعتبر نفسي موجه صغير وعندي معلم اخطا، مش اول ما اخطو اول خطوه ان انا افصله من التعليم، لا حرام، او ان انا افصله من المدرسه اللي هو فيها، لا كده يبقى يعني ايه تعسف. انما في انذار، في لفت نظر، في يعني انا متهيالي سياده المحافظ، ما هي مع احترامي ليك يا سياده المستشار، في حاجات اصلك يعني ايه مستفزه جدا. يعني الراجل يجي في زياره مفاجئه ويلاقي الوضع كده بالعشوائيه دي والمنظر ده. انا راجل مسؤول. صحيح. انا راجل مسؤول كبير، تمام. فانا لما الاقي تجاوزات، صح، هو سياده المحافظ بيبذل جهد جميل وجهد يعني فعلا عظيم، وانا شايف ان ليه الدكتور ايمن مختار ليه حاجات كتيره جدا جدا عملها في محافظه اهليه وافتتاح مدارس وحاجات كتيره جدا جدا، وهو دخل معلش يعني لما شاف الدنيا متبهدله كده، واحنا كنا لسه الدراسه ما بداتش، كان ممكن يرجع المديره الى ان هيزورك وفد تاني. صح. في بعد يومين ونتفرج انت عملتي ايه بالشكل ده. يعني قصدي حضرتك كان يلفت نظرها. نعم، يلفت نظرها بس في الاول. يعني ده ابسط حاجه، ده اللي اتعلمناه. وبعدين ده اللي اتعلمناه من الرسول عليه الصلاه والسلام، كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تمام. بنشكر حضرتك جدا ست المستشار على وجودك معانا. شكرا ست المستشار محمد مختار، شكرا لحضرتك يا فندم. بنشكر حضرتك يا فندم. الله. طيب خلينا نكمل لحضرتك. هو الموضوع اخذ على ان انا بعمل كده حسم للحوار ده، هو يعني خلينا نختم الموضوع ده عشان في عندنا مواضيع تانية، لكن هو نختمه بس بحاجتين اتنين يا استاذ محمد. ان انا كنت هنقول راينا احنا. انا برد من ناحيتين، من ناحيتين ان انا بحط نفسي مكان مسؤول وبحط نفسي برضك مكان مديرة المدرسة. انا المفروض اتعامل على وجهين، اللي هو ايه
بالظبط، وممكن اتعامل على وجهين، وجهي ان انا عندي حسم وفي نفس الوقت عندي انسانيه. في لفته انسانيه هنا مهمه جدا، ان انا اتعامل مع المعلمه دي كونها قضت 30 سنه في التربيه والتعليم، يشهد لها بالكفاءه والقدره على اخراج جيل محترم خلال السنين اللي فاتت، واحنا يعتبر ابنائها، يعني انا في سن ابنائها. بس مع احترامي ليك، في خطا وفي خطا فادح. لا بالظبط، ابسط حاجه في المدرسه النظافه، ممكن ابسط حاجه واقل حاجه، ممكن يا فندم في وقت احنا فيها يعني. ممكن يا فندم في وقت يكون في مسؤول داخل كبير داخل المكان دوت، نحسم الموضوع بان حضرتك متحوله للشؤون القانونيه، وهنا تاخد يعني الشؤون القانونيه تاخد مجراها معاها في التعامل معاها يعني. تمام. لكن ما ينفعش خالص الوضع ده اللي احنا شفناه قدام الكاميرات، وضع يعني ومشهد حقيقي مؤسف وانا حزين عليه. في بعض الشكاوي بتقول ان المدارس الحكوميه مش اكثر انضباطا في الوقت الحالي من حيث الاجراءات الوقائيه، حاجات كتيره قوي، ايه السبب في كده؟ والمدارس الخاصه اكثر حزما في ذلك. والله يا استاذه مروه خلينا اقول ليه الحكومه يعني المدارس الخاصه هي تابعة لاصحابها زي ما لفت نظر حضرتك، بس اكثر انضباطا في كل حاجه. لكن في طبعا مصاريف بتدفع لها، وفي موارد ماليه داخله ليها وسندات واعتماد، وبعدين ده دفع كام وده دفع كام بالظبط ده دفع رقم. لكن مش هتسوي ده بده يعني. لكن كمان احنا لا بس السنه دي النظافه والترتيبات والاجراءات الوقائيه، يعني ارتداء الكمامات على الاقل ما فيش. احنا كمان انا كمان شفت فيديو كانت الطلبه بتلم من تحت الديسكات، وطبعا ده شيء صعب جدا. الموضوع كان مفروض ان احنا يبقى عندنا استعداد اكبر من كده بكتير، خاصه ان سياده الوزير السنه دي اشار ان احنا التعليم بتاعنا يبقى تعليم لا مركزي، يعني كل مدير مدرسه له ما يرتقي داخل مدرسته، او كل مديريه لها ما ترتقي لها داخل محافظتها. فطبعا كان المفروض يبقى في متابعات اكبر من كده. طبعا التربيه والتعليم بتبذل مجهود يعني لا باس به، لكن في نفس الوقت لازم يفعل دور الناس المسؤولين اللي تحت سيادة الوزير واصحاب اللي هم ماسكين المديريات. بس المديريات خلينا نعرف موقف ايه الطلبه بتوع الثانويه العامه اللي هي خريجي رسيبين الثانويه العامه. ده موضوع مهم جدا وشائك، وحقيقي يعني انا ما شفتش تعامل بالوضع اللي احنا شغالين بيه دوت. يعني الوضع اللي احنا شغالين بيه ما فيش تعامل فيه مع اي دوله ثانيه. اي دوله ما فيش فيها حاجه اسمها نظامين تعليميين بيخشوا على بعض. احنا عندنا اولى ثانوي كان معاها نظام جديد من 3 سنين فاتوا، المفروض هم دلوقتي في ثالثه هيطبق عليهم نظام جديد. الراسبين دارسين نظام قديم. طب لما اجي ادخل هندخل على ايه؟ سياده الوزير اشار ان احنا ندخل على النظام الجديد، ما ينفعش. غير كده وكده استاذ محمد، قبل الامتحانات تقريبا في شهر 4 سياده الوزير ليه تصريح كده قال محدش هيسقط. جمله محدش هيسقط دي يتبين عليها حاجات كثيره جدا. مش محدش هيسقط يعني الباب مفتوح لاي حد ان هو ينجح، لكن لازم ناخد في الاعتبار ان انا اديهم فرصه ثانيه يخشوا قد امتحان. اديهم في استاذنك احنا معانا اتصال تليفوني من الاستاذ ايهاب طلعت. استاذ ايهاب اهلا وسهلا بيك. اتفضل. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اتفضل سؤال حضرتك بخصوص ايه؟ انا فندم اسمي ايهاب طلعت اسماعيل، شاب من ذوي الاحتياجات الخاصه من محافظه اسيوط، ومن خريج مدرسه النول المكفوفين باسيوط. والمؤهل بتاعي لسانس اداب. حضرتك يا فندم انا معايا مشكله تمام، وكنت بوجهها لحضرتك عشان اتواصل مع اي حد من المسؤولين يساعدني. اتفضل. حضرتك يا فندم انا لا اعمل تمام، والمؤهل بتاعي ليسانس اداب ودبلومه تربويه. تمام. واخدت ابتدائي واعدادي وثانوي من مدرسه النول المكفوفين باسيوط. تمام. فحضرتك توجهت للمدرسه عشان اصل على اي فرصه عمل هناك، قال لي في حاليا متوفر عندنا مشرفين بيات وعمال امن. لان حضرتك المدرسه دي فيها قسم بيان. رحت هناك وتواصلت مع المديريه وكتبت طلب المحافظ، بس الطلب اترفض. قال لي لا، لازم تاشيره من السيد وزير التربيه والتعليم. تمام. رحت مديريه التربيه والتعليم عندنا في اسيوط. قال لي لا، انت حضرتك متخرج من المدرسه عندنا، ما ينفعش تتعين عندنا. قلت له حضرتك طيب الشغل المتاح حاليا عندكم في المدرسه عامل باليومية أو مشرف بيات باليومية. تمام. اللي هو اليوم 25 جنيه. فأنا عادي أشتغل عادي. قال لا ما ينفعش، لأن أنت متخرج من المدرسة دي. طب إيه المشكلة يعني؟ المطلوب يا أستاذ إيهاب، إيه المطلوب طيب عشان ما نطولش عليك؟ اتفضل. المطلوب إن أنا عايز بس تأشيرة على الطلب إن أنا أشتغل في المدرسة. تأشيرة من مين بالظبط؟ من وزير التربية والتعليم؟ أه، من وزير التربية والتعليم. تأشيرة عشان تتعين. أه، لأن هنا في أسيوط ما فيش حد مساعدني خالص، لا المحافظ ولا وكيل الوزاره ولا اي حد خالص. تمام. وكل اللي اكلمه يقول لي لا ما ينفعش، لا ما ينفعش، لازم قرار من الوزير، لازم من الوزاره. فانا بنشد المسؤولين ان انا الطلب بتاعي اخد التاشيره من وزير التربيه والتعليم الاستاذ الدكتور تالا شوي
عشان اقدر اشتغل في المدرسه دي. تمام، بنشكرك جدا استاذ ايهاب، وان شاء الله شكوتك وصلت، وان شاء الله مع الوزير يأشرك على التأشير التعيين ان شاء الله. استاذ احمد، عايزين نكمل بقى موضوع الثانويه العامه والموضوع الرسمي. اه، فما فيش نظامين تعليميين بيخشوا على بعض، والطلبه اللي هم دارسين نظام قديم ما ينفعش نديهم نظام جديد، خاصه ان هم دارسين طرق التعليم في النظام القديم وازاي ان هم يدرسوا المناهج القديمه والمحتوى القديم. لما اجي انتقل للنظام الجديد صعب جدا 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 يكون يعتمد على التابلت. طبعا النظام الجديد عليه مآخذ كتيره جدا احنا في غنى عن ذكرها حاليا دلوقتي، لكن هنقول في ابسط الامور ان الطلبه دولت ما درسوش النظام القديم الجديد من اولى ثانوي. تمام، دول داخلين ثالثه ثانوي بيعيدوا السنه، ممكن نديهم فرصه ثانيه يعملوا بحث مكتمل الاركان زي ما عملنا في الشهاده الاعداديه. وسياده الوزير، دول ثالثه ثانوي. ثالثه اعدادي عملت بحث، ما هو احنا بنقول ثالثه ثانوي قانون، ما اصلك ثانوي دي يعني بتحدد مصير هيخش كليه ايه. احنا قلنا ثالثه ثانوي، ما هو الاعداديه داخل يا ثانويه عامه يا ثانوي صناعي يا ثانوي تجاري، برضه مصير مختلف. احنا قلنا هنا قانون، طب اشمعنى هنا مش قانون؟ يعني احنا هنا اشمعنى هنا مشينا القانون وهنا ما مشيناش القانون ما فعلناهوش؟ لا، لازم ندي فرصه، كنا في ظروف استثنائيه كمان، ظروف كورونا يا استاذ محمد، لازم ندي مساحه اكبر للطلبه دولت. علشان بس حضرتك ما تنساش ان ظروف الكورونا دي ربكت العالم كله مش احنا بس. صحيح، يعني صحيح، بس ده عدد مش قليل، 11000 راسب عدد كبير جدا، لازم نديهم فرص، لازم نقعد معاهم. وقلت قبل كده واشرت اكتر من مره يا استاذ محمد، الحوار المجتمعي مهم جدا جدا جدا، الحوار المجتمعي مهم جدا. ننزل المدارس، كوني مسؤول لازم انزل المدارس واتكلم مع الناس واتكلم مع الطلبه واشوف مشاكلهم واشوف مشاكل الناس ايه، بحيث ان انا اقدر ابقى موجود في ارض الواقع واتعامل مع الواقع الحقيقي، مش الواقع اللي بيصوره لي بعض الناس. اكون قريب للمشكله اكتر. بالظبط بالظبط. تمام أستاذ أحمد، عايزين برضك نعرف حكاية البوابات الإلكترونية اللي موجودة حاليا. البوابة الإلكترونية 120,000 معلم، دي مجموعة من المعلمين الوزارة السنة اللي فاتت. وهل الطالب ممكن يستفاد منها؟ لا، مش طالب، دي معلمين. معلمين يعني دي المعلم مسابقات. المعلم هو اللي بيستفيد منها. دي مسابقات. الوزارة أطلقت الموضوع دوت في شهر السنة اللي فاتت تقريبا شهر أغسطس. عايزين يا جماعة 320,000 معلم، تقدم أعداد كبيرة جدا، يقال إن هي مليون ويقال إن هي 800,000. مهم جملة ما تم جمعه من الأوراق وغيره كان حوالي 3 مليار جنيه. دلوقتي المعلمين دولت ما لهمش فرصة داخل التربية والتعليم على حد قول وزير التربية والتعليم إلا بعد فرد الفصول، نشوف العجز فين ونبتدي إن احنا نعين ناس. طبعا لو أنا فردت الفصول أنا مش هحتاج أصلا، أنا يبقى العدد اللي عندي زيادة أساسا، مش محتاج إن أنا أعين جديد، لأن أنا العدد اللي عندي يكفيني ويمشيني كويس قوي، لأن احنا عندنا 1,200,000 معلم داخل المدارس الحكومية. فده عدد كويس قياسا على عدد المدارس الحكوميه في مصر، حوالي 50,000. ده مش تعيين حاليا يعني، بيبقى تعاقد سنوي. مفيش تعيين موقوف الجهاز الاداري للتربيه. تمام. طب استاذ احمد، خلينا نتكلم على حته يعني انا شخصيا بهتم بيها جدا، وهي حته كرامه المعلم. جميل. هل في الاطار القانوني في ما يحمي المعلم من التعدي عليه، من اللي حد يهينه، حد وخصوصا مع الاسف شفنا في الفتره الاخيره ان بعض الطلبه بيبقى فيه تجاوزات زي ما حضرتك شفت وسمعت على المعلم. سؤال جميل. فازاي انا احمي المعلم من سؤال جميل بحي حضرتك عليه. هو موضوع القانون موجود او القوانين موجود، لكن احنا عندنا مشاكل مع القوانين انها غير مفعله، ما بتشتغلش ثابته او غير او مفعله على المعلم. استاذ محمد، انا من كام يوم، من تقريبا من 3 ايام، لقيت طالب في رابعه اقتصاد وعلوم سياسيه بعت لي ورقه سياسات بيقول لي انا عايزك تساعدني في نشرها. قلت طب ورقه السياسات دي اكيد مهمه، دي في ايه؟ قال لي دي في التربيه والتعليم وهتغير المسار بالتعليم وكده. قلت اشوف الموضوع في ده ايه، ده بيطور التعليم. ده في حاجه حاجه مهمه. بصيت في 7 ورقات لقيت كلهم يا اما حبس للمعلم ب 30 سنه سجن او 25 سنه سجن، ده بيتضايق من المعلم، يا اما غرامه 100,000 جنيه. هو ليه هذا الاتفاق المجتمعي؟ لا انا كده الطالب ده عنده عقده نفسيه من التعليم. لا، اقتصاد علوم سياسيه والورقه دي المفروض هتتقدم كبحث للدكتور وهيتم مراجعتها وممكن تطبق. فبرضه ده شيء مهم جدا، المفروض ان احنا ناخد بالنا منه، لان الموضوع هنا يعني بياخد منحى تاني قصاد المعلم. ليه المجتمع ككل اتفق على ان احنا نكون ضد المعلم، نهاجمه في وسائل الاعلام، نطلعه بصوره مش كويسه، نحاول ان احنا في الاذاعه نطلعه بشكل مهين، ليه نحاول في ليه الكلام ده كله؟ بالعكس، احنا عندنا قياده سياسيه حكيمه جدا شغاله على ان المعلم هو حجر الاساس
لبناء دولة مصرية حديثة. بس حاليا في الفترة الحالية المعلم على ما اعتقد مش واخد حقه كما ينبغي من حيث مادياً؟ المرتبات. ماديا طبعا، وبعدين ارتفعت اعتقد ان هو زودوهم في الفترة الأخيرة، هو كان في فترة الرئيس السيسي يعني زودوا المرتبات كذا مرة. المعلم كان في زيادات امبارح، اتكلم عنها ست الوزير في ما شاء الله زيادات يعني من 325 475 حلو جدا، حلو جدا في الظروف اللي انت فيها، بتكلم في الظروف الاستثنائية اللي احنا فيها بالزبط. لسه برضك الدنيا موضوع كورونا كخطوة أولى يعني كويس، لكن احنا عايزين خطوات كتيره كتيره جدا على نفس المنحة دوت، وفي نفس الوقت بعدين هم شغالين على الدروس الخصوصيه يعني ما شاء الله. والله خليني حضرتك اقول لك برضو ان موضوع الدروس الخصوصيه دوت انا ضده شكلا وموضوعا، بس على فكره في اطفال ما بقتش تفهم الا بالدروس الخصوصيه. بالظبط. والله احنا محتاجين استاذنك معانا تليفون برضك، المكالمه الفقره فيها مكالمات كتير جدا. اتفضل. مين معانا يا فندم؟ السلام عليكم. عليكم السلام استاذ محمد صابر، اهلا وسهلا بيك. ازي حضرتك يا فندم؟ اتفضل يا فندم، سؤالك ايه؟ طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين الاول بمناسبه النبوة الشريف وعائله اكتوبر طيبه. والله انا عندي كام سؤال يعني احب الاستاذ احمد بس يسجلهم عنده يرد عليا بعد ما اقفل المداخله بعد اسبوعين. اتفضل. طبعا هو يعني انا عايز اعرف بس الاجراءات الاحترازيه للمدارس من بالذات مدارس الابتدائيه، هل الوزاره فعلا كانت مستعده للكلام ده ولا لا؟ ده رقم واحد. رقم اثنين في موضوع نقل الطلاب، نقل الطالب من مدرسه لمدرسه او من اداره لاداره، هل الكلام ده فعلا بيبقى محتاج تبرعات عاليه جدا جدا او امضاءات من نواب اعضاء مجلس الشعب؟ هل ده قانون ولا هل ده ايه؟ في سؤال ثاني استاذ احمد؟ في اي سؤال ثاني؟ اتفضل. استاذنك في سؤال ثاني اهو. اتفضل. يعني هو مش سؤال، هو اقتراح، يعني يا ريت يبقى المدارس بتعمل بحث للطلبه اللي عندهم اللي هم الايتام او ذوي الاعاقه وعفاهم من المصاريف. طبعا حضرتك عارف المصاريف عاليه جدا بتاعت المدارس اليومين دول. ايوه. وحاجه صغيره بس اخيره، يعني انا بطالب باقتراح للوزاره بعمل حصه اسبوعيه او دراسه اسبوعيه تمام، بتتسمى حصه ازمات للعوامل الجويه والازمات والاوبئه والظروف اللي احنا فيها، يعني يبقى الطالب عنده من بالذات المرحله الابتدائيه. في سؤال تاني استاذ محمد؟ اي استفسار تاني لحضرتك؟ اي استفسار؟ شكرا ليك استاذ محمد. اتفضل. احنا عشان بس وقت الحلقه واعتقد استاذ احمد برضه جاوب في الفقره على النقط اللي حضرتك اشرت ليها، معظم الحاجات اللي جاوبت عنها، بس انا عايز الفت نظر بس النقل، خلينا نتكلم في موضوع ان انا مش ضمن التركيبه اللي داخل التربيه والتعليم، انا قطاع خاص، فبالتالي لا اسال عن، لان في ناس بتكلمني على ان انا حد مسؤول داخل التربيه والتعليم، لا انا مش حد مسؤول داخل التربيه والتعليم. اما فيما يخص الاقتراح الاخير فهو اقتراح مهم جدا وكويس جدا وضروري، ويمكن لو اتفعل هيغير شكل المدارس بتاعتنا كتير قوي ان شاء الله. طب نقل من مدرسه لمدرسه دي، النقل من مدرسه لمدرسه لازم بقى نائب وعضو مجلس الشعب. طبعا الموضوع دوت بيحتاج، طب ايه دخل لعضو مجلس الشعب في القصه؟ بيحتاج زي يعني روتين. تدخل روتين. تدخل منه كروتين. في مدارس على فكره بتطلب من الناس، ودي مدارس تجريبيه وانا شفت الكلام ده، تبرعات وان هو يحاول يشارك. وخلينا نخلينا يعني نختتم الجزئيه دي بامبارح سياده الوزير طلع ثلاث قرارات مهمين جدا خاصه بالعام الدراسي الحالي. اما ان الطالب يكمل في الدراسه زي ما هو عادي، يكمل الطريق في الدراسه يحضر يومين او يحضر اربعه، اما ان الطالب يمتنع تماما عن الدراسه خلال هذا العام نهائيا ويؤجل الدراسه للسنه الجايه. هو طبعا الموضوع كبير وعايز حلقات عشان نختم فيه طبعا. مع الاسف وقت الفقره خلص. بشكرك جدا استاذ احمد سلامه، خبير تطوير التعليم، شرفتنا ونورتنا، ربنا يعزك. اهلا بيك. بس قبل ما نختم الفقره حابين ننوه ان الفقره الثانيه هتكون مهمه جدا، لان عندنا حدث تاريخي بيتكرر كل سنه، تعامد الشمس على تمثال رمسيس. استنونا بعد الفاصل عشان نعرف ايه حكايه تعامد الشمس. شكرا.